السلام عليكم. دلوقتي هنشوف ازاي نعمل مصفوفة او اري. مصفوفة او اري عبارة عن ايه؟ بدل ما اقعد اعرف متغير كتيرة، لا، هي مرة واحدة بيتعرف، واقدر اقول له مثلا عايز رقم واحد في المصفوفة، رقم اتنين في المصفوفة، وهكذا. طيب هاجي هنا على الزرار اللي حطيناه في قلب الفورم بتاعت السي شارب، واقول له ان انا عندي متغير سترينج. اهوت السترينج ده على اساس بديله الاقواس ديت، وبعد كده هقول له مثلا انا عندي اسامي ناس بويز مثلا، تمام اهي، واقول له بتساوي، وادي له الاقواس ديت. طيب هبدأ بقى اكتب هنا اسامي الناس اللي موجودة معانا، وليكن مثلا اول واحد هنسمي علي، وهنسمي احمد، وهنسمي معايز مثلا، تمام. طيب اقول له بقى انا عندي مسج بوكس دوت شو اظهرها لي، واقول له ان دي القوسين بتاعتها همت، دي انا عايز اظهر فيها البويز، وهديله الاقواس بتاعت المصفوفه، واقول له انا عايز مثلا زيرو، يعني هات لي اول واحد في المصفوفه، هو بيبدا العد من زيرو. يبدا يظهر لي بالشكل ده. طيب لو انا عايز اخلي ده مثلا زي كومنت، واعمل حاجه بقى للانتجر، فاقول له انتجر نفس الفكره، دي هنسميها مثلا نمبر بتساوي المصفوفة بتاعتنا السيمي كولن اهيت. طيب هنا ممكن نكتب بقى كام، مثلا 33 و44 و55، وبعد كده مسج بوكس دوت شو، وهقول له الأقواس بتاعتنا اهيت، واقول له ظهر لي النمبر رقم زيرو. في مشكلة هنا، تمام، في مشكلة ايه؟ مشكلة ان ده رقم والمسج بوكس بيظهر نصوص او سترينج، فلذلك اقول له دوت تو سترينج، وبعد كده هقفل القوسين بتوع تو سترينج، فظهرت معايا بالشكل دوت. فتبدأ تشغل البرنامج بتاعك يبدأ يجيب لك 33. طيب لو انا جيت هنا وقلت له ان النمبر الزيرو ديت انا عايز اغيرها، فاقول له خليها بمثلا 12، خلاص هو بيشوف اخر قيمة اعطيت للبرنامج ويبدأ يظهرها لي.